بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض ملخص أحداث الفصل الثاني على شكل سؤال وجواب. السؤال الأول بيقول: استطلع المنجم لجلال الدين طالعه، فماذا كانت النتيجة؟ جلال الدين جاب منجم يشوف له الطالع، فالمنجم قال له: أنت هتهزم التتار وبعد كده هيهزموك، وهيتولد في عيلتك ولد هيملك بلاد عظيمة وهيهزم التتار شر هزيمة. طيب سؤال اتنين: لماذا ثور جلال الدين القلق بعد نبوءة المنجم؟ طبعا لأن نبوءة المنجم في أولها بتحمل النصر، لكن في نهايتها بتحمل الهزيمة. سؤال ثلاثة: لجلال الدين وممدود رأيان مختلفان في المنجمين، وضح. جلال الدين كان مولع زيه زي عادة ملوك عصره، بأن هم يستطلعوا الطالع بتاعهم ويستفتي المنجمين، وكان بيصدق في كلامهم. لكن ممدود كان شايف ان المنجمين دول ناس دجالين ما بيعرفوش الغيب زي ما هم بيدعوا. السؤال الرابع: ما الخاطر الذي أقلق الأمير ممدود بعد سماعه نبوءة المنجم؟ طبعا الأمير ممدود خاف ان الولد اللي ذكروا المنجم انه هيتولد وهيكون ليه بلاد عظيمة وهيهزم التتار وهو اللي هيتولى الملك، خاف الامير ممدود ان الولد ده يكون منه هو، لان ده معناه ان سلالة جلال الدين هتقطع، لان في الوقت ده كانت زوجة جلال الدين حامل واخته اللي هي زوجة ممدود حامل، فخاف الامير ممدود ان مراته هي اللي تولد الولد ومرات جلال الدين هي اللي تولد الانثى، ف ده يخلي جلال الدين يعني يتضايق، لان طبعا زي ما احنا عارفين ان الملوك كانوا بيحرصوا ان يكون الملك يعني مستمر في نسلهم. السؤال الخامس: ما موقف جيهان خاتون من نبوءة المنجم؟ طبعا جيهان خاتون دي اخت جلال الدين ومرات الامير ممدود، هي لما سمعت النبوءة دي من جوزها ممدود خافت، لكنها كانت بتتظاهر امام جوزها الامير ممدود بعدم الخوف، وبتدعي ان اخوها بيحبها ومش ممكن لو حصل وهي اللي ولدت الولد ان ايده تتمد للولد ده بالسوء او يفكر انه يقتله او ينتقم منه. السؤال السادس: ما موقف جلال الدين بعد ولادة محمود وجهاد اللي فعلا كانوا متوقعينه الامير ممدود وزوجته؟ حصل زوجة جلال الدين ولدت بنت سموها جهاد، والامير ممدود مراته ولدت الولد وسموه محمود. في الاول جلال الدين حس ببعض الكآبة والغيرة من المولود دوت، لكن نظرة اخته اللي خارجة من الولادة اليه واحساسه بانها بتستحلفه انه ما يعملش حاجة في ابنها خلته يشعر بالخجل. السؤال السابع: كيف كان اول لقاء لجلال الدين بالتتار؟ جلال الدين لما عرف ان التتار دخلوا سهل مرو ومدينة نيسابور وهراء اقترابهم من غزنة، جمع جيشه وقابلهم قبل هراء وهزمهم هزيمة ساحقة. كمان أهل هراء خرجوا ليساعدوا جيش جلال الدين وهجموا على التتار وانتقموا منهم أشد انتقام، وفضل جلال الدين يطارد التتار حتى حدود الطالقان. السؤال الثامن: ما الذي غض من فرحة انتصار جلال الدين على التتار اللي خلى الفرحة ما تكتملش؟ ان الامير ممدود رجع من الحرب مصاب بجرح كبير جدا واثر عليه اثر كبير قوي. السؤال التاسع: كيف اهتم جلال الدين بممدود اثناء مرضه؟ جلال الدين استدعى امهر الاطباء في زمانه ووعدهم بمكافآت كبيرة لو هم وفقوا لشفاء الامير ممدود. السؤال العاشر: تغيرت مشاعر جلال الدين تجاه محمود بعد موت أبيه؟ بعد موت الأمير ممدود أصبح جلال الدين بيحب الولد ابنه محمود حب شديد ولا يطيق فراقه. سؤال 11: كيف تحدى جلال الدين جنكيز خان وكيف كان رد طاغية التتار؟ جلال الدين بعد ما هزم جيش التتار أرسل إلى زعيمهم جنكيز خان وقال له: في أي مكان تريد أن تكون الحرب عشان أنهي عليك خالص؟ فده خلى جنكيز خان يجهز جيش كبير سماه جيش الانتقام عشان يرد الهزيمة.
سؤال 12: كيف كانت المعركة بين جلال الدين والتتار وما سبب الانتصار؟ زي ما قلنا، جنكيز خان جهز جيش كبير سماه جيش الانتقام، وخلى واحد من ولاده على الجيش ده، على رأس الجيش، وحصل قتال كبير جدا وشديد جدا بين الجيشين، قعد 3 أيام، وبفضل الله انتصر المسلمين في الحرب دي. وكان الفضل بعد ربنا في الحرب دي لانتصار المسلمين هو سيف الدين بغراق. ده كان قائد من قواد المسلمين في الحرب، وده خد فرقته وانفصل عن الجيش وطلع بيها فوق أعلى جبل يطل على ساحة القتال. ولما لقى إن التتار ابتدوا ينهزموا ويتراجعوا، انقض عليهم وقدر إن هو يفرق صفوفهم ويقتل منهم كيفما شاء، وكان سبب كبير في هزيمة التتار في الحرب دي. سؤال 13: ما موقف التتار من انقسام المسلمين بعد معركة كابل؟ للأسف حصل انشقاق، إن سيف الدين بغراق خد الفرقة بتاعته وانشق عن جيش المسلمين. لما عرف جنكيز خان بالحكاية دي استغل الفرصة وقعد يتتبع جيش جلال الدين لغاية ما اضطر باقي الجيش إن هم يخوضوا نهر السند ويسبحوا فيه ويعدوا إلى الشط الآخر، وقدر جنكيز خان إنه يقتل منهم الكثير والكثير. سؤال 14: ماذا طلبت زوجة جلال الدين وأخته منه، ولماذا وما كان رده؟ طبعا هما ما حبوش يكرروا المأساة بتاعت نسوة خوارزم شاه، لقوا ان جيش التتار بيتتبع جيش جلال الدين وان هيكون في نهاية مأساوية، فطلبوا هما الاتنين منه، زوجته واخته، طلبوا منهم ان هو يأمر بإلقائهم في نهر السند ويغرقهم ويموتوا بإيديهم، خوفا من ان يساق سبايا الى التتار. وجلال الدين وافق على كده وأمر جنوده ان هما فعلا يغرقوهم في نهر السند. سؤال 15: كيف نجا جلال الدين وجيشه من الموت؟ طبعا جلال الدين نزل نهر السند وابتدى يعوم فيه هو وجيشه، لكن الأمواج كانت عالية وفرقت جلال الدين عن جيشه وألقته على جزيرة نهر السند، وكان قرب انه يموت هو وجيشه، لكن واحد من رجاله لما حس او تخيل ان جلال الدين ما بقاش موجود، فتخيل ان هو مات، ابتدى يقلد صوت السلطان ويطمن الجيش ويقول لهم استمروا في السباحة عشان نوصل للبر التاني. ولما وصلوا على الناحية التانية بحثوا عنه ولقوه بعد 3 أيام. تعالوا نشوف تدريبات الفصل. فأدرك ما ساور جلال الدين من الخوف لما قاله المنجم، وأشفق على جلال الدين من أن يرجع عن عزمه، فالتفت إلى المنجم قائلا: يا هذا، لا يعلم الغيب إلا الله، وإنما جئنا بك لتبشر السلطان. ألف: هات مرادف ساور ومضاد أشفق. ب: ما الذي ساور جلال الدين عند سماعه كلام المنجم؟ جيم: كان لممدود رأي في المنجمين وأثبت صحته. وضح. تعالوا نشوف إجابتنا. مرادف ساور خالط، ومضاد أشفق قصى. ب: الحاجة اللي خالطت جلال الدين لما سمع كلام المنجم ان هو خاف من انقطاع الملك من ذريته. سؤال جيم: ممدود كان شايف ان المنجمين دول ناس دجالين بيدعوا معرفة الغيب، وده يرجع الى ان هم عندهم فطنة بيتبينوا بيها احوال الشخص اللي بيستفتيهم، ودلل على كده لجلال الدين بانه ذكر له قصة الخليفة المعتصم لما حب يروح يفتح عمورية والمنجمين قالوا له ما تخرجش لان ده مش موسم نضوج العنب والتين، لكنه ما سمعش كلامهم وخرج، وقدر بفضل الله ان هو يفتح عمورية وفتحها بالفعل. كده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريبات وشرح الفصل. اسأل المولى عز وجل أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.